السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وفي الجنة يا رب العالمين موانا مأواكم. حياكم الله في برنامج هاي طعم القهر. الله يطعم القهر. قبل لا نبدا لا تنسون اللايك والاشتراك والريتويت. ايش بس انا بس راح اقوم فكره المقطع لايك طفشان في بيرو وشنا خلني اسوي مقطع هذا شيء اول ما سمعت انه في ترويج سرور سباحه. طيب هسه خليني اقول لكم شيء. الفكره كالتالي، كل واحد يرفع بنانا فوق. يا سلام، معي ابره. ابسال ركان سؤال مده الاجابه 4 ثواني. بس انا حيوان اقف الباب اربع ثواني بس. خمس ثواني يلا بين الاربعه واحد يفوز. اللي يفوز اسلم الابره واجلس مكانها. قبل نبدا يا جماعه الخير لا تنسون ترى حسابات الشباب موجوده تحت. بازر موجود تحت جبتها فوق هنا. اي هذا كل واحد، لا مو هنا، بالوصف قولها. والله ماسك سبور يعين عليه. بسم الله الرحمن الرحيم نبدا. الله يرضى عليك. انا اعلمكم ما راح تجيب التسديد من اليمين اليسار. ها ابى امسك أحسن لاعب حرف النون نواه. وسام متأهل تقريبا. ما اقدر اجي ثاني مره وسام. لا تخلص من صح. ايوه لا تخلص دورك. طيب حيوان بحرف الدال. دجاجه. احسن صح. طيب تأهلت انتم الحين. انا ما عليك انت تأهلت انتم اثنين. بهاء جمال بحرف الواو. ورقه احسن. الله يسعدك الله يسعدك. الله انه رجال والله. لا بحرف الواو. فنان بحرف الميم. محمد عبده. لا قهر يا قهر يا قهر. وش نفس السؤال. فنان بحرف الميم. مروان تلوكي. وش هو ده؟ تفضل استاذ. ها مبروك عليك يا بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا مع الشخص اللي يحب اليوتيوب مره. يوتيوبر بحرف العين. عمر خالد. رايد. حيوان بحرف السين. شمس القمر. شال الله. هنا 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 هنا.
حرفل قاف قمر يا قمر اي قمر اي قمر 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 مسافة عنت صاد تاج يا طويل العمر اسم حرف القاف جمال جمال بحرف الذاء حييكم يا جماعة الخير والله يا مرحبا والله مسهلا يا مرحبتين طيب يا ركان يا حييك أباك تعطيني اسم لاعب في فالورنت أجنبي إيش؟ اسم لاعب فالورنت في أجنبي والله متعلم فالورنت تنز تنز يا عمي إيزي اسم نبات بحرف الخاء أنا وحمين أنا أنا خشب ها؟ إيش؟ خابة خشب خشب صح صح لا بس قمرية شمسية عطني حر اسم دولة وليس بلد ولا أقول لك عطني نبات بحرف الهاء أنا سنة مدرسك الرياضيات يوم أنك في ثاني ابتدائي شو اسم أمه؟ هذه يا جماعة الخير آخر جولة ممتاز؟ اسمع اللعبة الأخيرة كالتالي أبى أسأل بهاء مثلا سؤال نفس سؤاله لأبو نوح نفس السؤال ركان نفس السؤال أسامة لا واسئله سهله بس حرف سهل ايوه اسم بحرف الالف احمد اسامة ابراهيم امل احسنتم حيوان بحرف الالف يا ربي ليش 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 نبات بحرف الالف أرز والله هي والله صح اي صح 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 ديك نبات بحرف الالف اي ادام صح شلون لا مو ادام ايش قايل لك أرز ايوه اول واحد رايد ما امسك عنك بالله اسمع انت حاجه انت تحاجي تضغط هذا طيب اسمعني اسمعني اذا مسكتوه كلكم فجرناها كلكم معفيه يلا لا 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 نقول لكم وداعا ولكن نقول الى اللقاء بلقاء اخر بي دبليو ار 1 ار اي قنوه الشباب بالوسط لا تنسوا لا هذه انسوا اسحبوا عليها سي سي